مش سامعني كويس ولا لا؟ يس اوكي. طيب النهارده هنبتدي بنوع من كانترودكشن كده نفهم يعني اللي يعني البروجرام مش بروجرام على ايه، بس هناخد نوع من السمري يعني. ادوني بس ثانيه ايه عشان إيه لازم اعمل بتاع ده. اوكي حلو. فالنهارده هناخد اربع اجزاء. التوبيك النهارده اسمه is truth relative، يعني الحقيقه دي يعني ايه relative. يعني مثلا واحد يجي يقول الحقيقه دي حقيقه بالنسبه لك انت، بالنسبه لي انا حقيقتي مختلفه خالص. اوكي يعني دي حاجه relative مش حاجه absolute. زي انتم شايفين مثلا الفيل هنا، الناس شايفين الفيل هشوفه كمان شويه. فهناخد اربع اجزاء. الجزء الاولاني ليه دعوه بالمشاكل الاجتماعيه. المشاكل الاجتماعيه معناتها احنا في الشغل او العيال او الشباب في المدرسه ممكن يشوفوا ازاي ايه في ضغط عليهم. الجزء الثاني ليه دعوه بالمشاكل المنطقيه. اوكي يعني يا ترى كل الاديان بتوصل لله؟ ده معنى the truth is relative. يعني الاسلام زي المسيحيه زي اليهوديه زي البوذيه وهكذا. الجزء الثالث هناخد سيكونس معين من الحقيقه، يعني ازاي طب من كل الاديان اللي موجوده دي ازاي ممكن اوصل لحقيقه يعني بنسبه كده سريعه. يعني مش هبص على كل الاديان اللي موجوده، بس في منطق معين يوصل ان ممكن اعمل كونفرج لاديان معينه. والجزء الرابع هناخد سبع حاجات ليها دعوه بالمسيحيه that makes Christianity unique. المسيحيه لما تاخد سبع الحاجات دي مع بعض تلاقي المسيحيه نفسها مختلفه من الاديان الثانيه. فاول حاجه is truth relative، يعني ايه؟ شايفين هنا في فيل. الفيل ده في واحد هنا حاسس بيحس على الفيل وايه حاسس ان هو زي عامل زي الحيطه، هو ايه مش شايف حاجه. فبيقول بالنسبة لي أنا الحقيقة إن الفيل ده حيطة، ده مش فيل. في واحد من ورا، في واحد من ورا هنا ماسك الديل يقول لا this is a rope، حاسس إن هو إيه عامل زي الحبل. واحد تاني ماسك الرجل هنا فاكر إن دي شجرة. إيه الفكرة؟ الفكرة كلهم ماسكين نفس الفيل بس مش شايفين الفيل كبير عليهم. فايه الهدف؟ يقول كل الناس بقى ايه المتدينه دي كلهم مش شايفين حاجه، يعني عمي، بس كل واحد بيختبر ربنا بطريقه معينه. وكل واحد يقول لا انا عندي الحقيقه، انا عندي الحقيقه. بس الحقيقه اللي بقى الحقيقيه ان كلهم زي بعض وكلهم مش فاهمين حاجه. يعني هو ده الهدف الصوره دي the truth is relative. فواحد يقول لك المسيحيه، الثاني يقول لك الاسلام، التاني التالت يقول لك الهندويزم او البوذيزم، بس كلهم كده كده لو وصلوا لربنا كلهم طرق، يعني كلهم هتوصل. ولو كلهم وصلوا يبقى اصلا ما فيش اي معنى في حكايه الدين ده. يعني هو ده الفكر. فدي بقى لما تبقى ليها دعوه بالله بتبقى اسمها بلوراليزم. بلوراليزم يعني جايه من كلمه بلورال يعني عدد. بلوراليزم معناتها ان كل الاديان زي بعض وكلها بتوصل لاله. وزي ما انا قلت قبل كده ساعات بنلاقي الفكر ده موجود في الشباب، موجود في العيال، ان ايه ما هو الاسلام اصل الاسلام او مثلا اليهوديه ما هو بيصلوا وبيصوموا وعندهم كتاب مقدس صح؟ فكلنا زي بعض فكلهم بيوصلوا لنفس الاله. الكلمة التانية بقى اسمها particularism، هي جاية من particular يعني ايه؟ في حقيقة واحدة. لما حد بقى بيجي يقول لا 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 في حقيقة واحدة بيحصل ايه؟ المجتمع بيبتدي يهاجمه. وعشان كندا وامريكا واوروبا كانوا اديان مسيحية او كان بلد مسيحية،
بالذات لما يجي مسيحي يقول لا هي بس المسيحية هي الحقيقة، بتلاقي ناس بتهاجم عليه على طول. اوكي، وبيفتكروا بقى ان بس المسيحيين بيقولوا كده، بس الحقيقة لا. يعني واحد مسلم يقول ايه، هي والاسلام بس هو الحقيقة. واحد يهودي يقول لا هو يهودية بس. حتى الهندو والبوديزم وكل الكلام ده بيقول لا هو البوديزم بس، الهندويزم بس، وهكذا. في الحقيقة ان كل الاديان بيقولوا انا بس وانا عندي الحقيقة. اوكي، فدي اول نقطة نفهمها. حتى لو الضغط موجود وموجود بالذات على المسيحية، اولا كل الاديان بتقول كده مش بس المسيحية. فلما يجي بس واحد يقول ايه، يرد مثلا على الشباب او يرد مثلا علينا في الشغل، يقول if you believe that Christianity is true and all other religions are wrong then you are arrogant. يعني انت متخيل لو المسيحية بس الديانة الصح وكل باقي غلط، يبقى انت ايه، متكبر. ولو انت متكبر معناتها المسيحية دي غلط. ايه المشكلة في اللوجيك ده؟ حد ممكن يقول لي المشكلة؟ It's a fallacy. Very good. What does that mean? Very good. It's based on wrong conclusions. Meaning what? لما يجي واحد يقول ايه؟ يعني مثلا اديكم مثال. واحد متكبر بجد، بس الشخص ده اخترع العلاج للكانسر. طب لو بس هو متكبر بجد، دي معناتها ان العلاج اللي هو اخترعه ده مش هيمشي؟ هيمشي برضه. ففكره هو متكبر او مش متكبر ملهاش دعوه بحقيقه العلاج. احنا كمسيحيين لما بنقول لا هي المسيحيه صح، اولا ده مش بتكبر، يعني مش بنحاول نتكبر على حد، احنا مش احسن من ناس تانيين. بس حتى لو انا كنت متكبر، مثلا واحد مسيحي، في مسيحيين متكبرين، دي ما تفرقش لو المسيحية صح ولا غلط. This is a fallacy. A fallacy يعني في حاجة غلط في التفكير، يعني واخد الكاركتر الشخصية نفسها، وعشان الشخصية دي متكبرة ايه، يعني بتخيل اللي هو بيقوله غلط، بس ده مش حقيقة. الصح صح والغلط غلط. فده بيوصلنا بقى لحاجة تانية. الحاجة التانية اسمها political correctness. فكل ده في الجزء الاجتماعي، الضغوط الاجتماعية اللي بنشوفها النهاردة. ايه هي political correctness؟ political correctness ان انا كبني ادم مش مفروض اجرح مشاعر اي حد. فلما اجي اقول لحد انا صح وانت غلط، انا ايه، هجرح مشاعره. فلو عملت كده يبقى انا ايه، مش politically correct، ودي بقت ايه، حاجة وحشة. بس طبعا احنا مش عايزين نجرح مشاعر اي حد. بس ايه هي المشكله؟ المشكله ان truth is offensive. يعني ايه؟ يعني طبيعه الحقيقه ان هي offensive من نفسها. اديكم مثال. انا بتخيل ان الانسان ذكي جدا جدا جدا، ومتخيل ان كل امتحان هعمله هجيب فيه 100%. كده عملت امتحان، جت لي النتيجة، جت ايه، 65%. حصل من جوايا، اتوجعت. يعني انا كنت عايش في حلم، كنت عايش في كذب. اوكي، الحقيقة بانت. طبيعة الحقيقة is offensive. عشان كده كتير بنقول ايه، بالانجليزي بيقولوا truth hurts. الحقيقة بتوجع. فالمشكلة لما أنا بقى لو في حاجة غلط موجودة، لو أنا عايز أقول إن ده غلط، ممكن حقيقي إن إحنا إيه، نوجع حد، بس مش عايزين نوجع حد. فاهمين الفكرة؟ فحكاية political correctness دي بتخلي إيه، إن الواحد مش قادر يتكلم، حتى ساعات مش عارف يدافع عن المسيحية. بقى كله إيه، زي بعض، يعني زي ما بيقولوا كتير مثلا في الشغل، بتكلمش إيه على الدين، وبتكلمش إيه السياسة، right؟ ليه؟ عشان to be politically correct. فعيالنا، هو احنا عايشين في عالم كده، فحاطين كده الشيطان حاطط شوية كده، عامل لعبة كده جميلة، ان يخليك ايه، مش عارف تتكلم. ولا احنا ولا الشباب. لو مثلا جيت انا عملت امتحان
وفي امتحان كان السؤال 2 زائد 2 يبقوا كام؟ وانا رديت وقلت ايه؟ 5. لو المدرسة جت قالت لي لا ده مش 5 ده 4، ينفع اقول لها انت متكبرة؟ مش منطق. الحقيقة 2 زائد 2 يبقوا 4، ده مش تكبر ان هي بتقولي ان ده 4 مش 5. بس اهم من كده بقى بكتير كمان، لو انا جيت وكتبت 5 وهي ماسكة مدرسة كده لذيذة وعارفة ان انا حساس قوي، انسان حساس، شخصية ضعيفة، whatever، اوكي؟ فبتقول ايه؟ لا انا خايفة عليه، خايفة على مشاعره، فمش هقول له ان 2 زائد 2 يبقوا 4، هخليها 5. المدرسة دي بتحبني؟ مرجو بتحبني. هيحصل ايه في الاخر؟ هلاقي مدرس تاني هيقولي ده غلط، وحتى لو كل المدرسين ضحكوا عليا وقالوا لي ده 5 هيحصل لي ايه؟ هطلع صح؟ هكبر فاكر 2 2 زائد 5، هروح الشغل هلخبط في الحسابات، يعني هبهدل الدنيا. ليه؟ عشان مفيش حد في الاول قال لي الحقيقه كذا. ايه الفكره بقى؟ ان ده الله هو ايه؟ الحق صح؟ God is truth. والله هو ايه تاني؟ حياه، وغير كده محبه. الله هو الحق والله هو المحبه، الاثنين ما اقدرش افصلهم عن بعض. عشان كده القديس اغسطينوس يقول ايه؟ يقول there is to be called love which is true. المحبه هي الحق، الاثنين ماشيين مع بعض. لما انا باجي اقول لحد هي دي الحقيقه حبيبي، ده عشان انا بحبه، مش عشان انا متكبر، عشان عايزه معايا في السماء. بقول له لازم اقول له، ضروري اقول له، ما اقدرش اخليه عايش في الحلم او في الجسم اللي هو فيه. فبيقول لك otherwise it is desire، يعني that is to be called love which is true otherwise it's desire. يعني في حقيقه وفي حاجه تانية اسمها desire. desire دي معناتها ايه؟ ان كل واحد عايز يمشي بمزاجه بدماغه. يعني معظم الناس اللي بتؤمن بعدم وجود الله مش بتؤمن بعدم وجود الله عشان في اثباتات لكده، عشان هم مش عايزين واحد يقول لهم ايه الصح وايه الغلط، مش عايزين حاجه اسمها يوم دينونه. هي دي المشكله، عايزين يمشوا بدماغهم عشان الاثباتات زي ما هنشوف موجودة وواضحة. فده أول جزء اللي خلصناه، الأجزاء مش كبيرة يعني، بس في أول جزء اللي هو الإيه؟ مشاكل الاجتماعية. الجزء الثاني المشاكل المنطقية. معظم الناس ملهاش في الدين ومش عايزة تضيع وقت إن هو تدور على الأديان، أديان كتيرة وهكذا. فيقول لك إيه؟ يفتكروا إن كل الأديان زي بعض. يعني أساسيا زي بعض، وفي حاجات كده غير أساسية يعني سطحية بتبقى مختلفة من بعض. يعني زي ما قلت شوية، كل دين اه بيصلوا اهو، كلهم بيصوموا اهو، كلهم عندهم نوع من كتاب مقدس، كل واحد بطريقته. فهم بتخيلوا بقى ان كل الحاجات دي حاجات يعني أساسية او سوري سطح، يعني ان هم فاكرين ان الحاجات الأساسية هي هي والحاجات السطحية بتختلف. بس الحقيقة بقى ان هو العكس تماما. الأديان لما نقارنهم مع بعض بنلاقي في الأساس الأديان مختلفة خالص، وسطحيا ممكن يبقوا شبه بعض من ناحية ان كلهم بيصلوا او هكذا. اديك امثلة دلوقتي، ندي امثلة بين الإسلام والبوذيزم اللي هو البوذا اخترع البوذيزم. الإسلام بيقولك الله he's personal، يعني عايز علاقة شخصية مع كل واحد زي المسيحية وزي اليهودية. البوذيزم يقولك إيه؟ لا الله he's not personal، يعني مينفعش يبقى عندك إيه؟ علاقة مع الإله ده. طب دي حاجة صفة مهمة أساسية في الله ده اللي إحنا بنعبده. مينفعش لو كله زي بعض، مينفعش
ان الله ده عايز علاقه شخصيه وفي نفس الوقت مش عايز علاقه شخصيه. ما هو هو ده او ده، فاهمين؟ اتنين، الاسلام بيقول لك ان الله هو خلق العالم وخلق الكون زي اليهوديه والمسيحيه كمان. في البوذيزم يقول لك لا لا، الله هو الكون نفسه. يعني الكون نفسه؟ يعني احنا في اليونيفرس، الكون ده اللي احنا فيه كل حاجه فيه ده الله. عشان كده مثلا الهندوز مثلا لما تروح الهند مثلا بيذبحوش بقر، ده ايه بالنسبه لهم؟ زي اله. ليه؟ كل حاجه اله. ليه؟ عشان الكون نفسه اله. ده فرق كبير قوي. او ربنا هو الروح وخلق الكون، او هو الكون نفسه. ما ينفعش ده وده. في الاسلام زي المسيحيه يقول لك مان السينفول، يعني البني ادم ايه؟ خاطي. في البوذيزم يقول لك لا، هو مش خاطي. في الاسلام يقول لك مان will spend eternity in heaven or hell، يعني هيروح ايه؟ الجحيم او هيروح السماء. في البوذيزم يقول لك لا، مفيش حاجه اسمها ايه؟ الجحيم والسماء. احنا بنؤمن بحاجه اسمها reincarnation. عارفين ايه reincarnation؟ انا مثلا انا ايه عشت مثلا حياه حلوه على الارض باعمال حلوه، لما ايه نفسي تسيب الجسد هتخش ايه في جسد تاني وعيش تاني، او جسد احسن او اوحش او واتيفر، واكمل كده وتالت ورابع وهكذا. طب ده فرق شاسع. بينفعش الاثنين يبقوا حقيقه، او هو ده او هو ده. فطبعا لما الشباب يجي يفكروا ان كله زي بعض، لازم نوضح لهم بامثله كده بسيطه في عمق الاديان نفسها. لا، الموضوع مش زي بعض خالص. في الاسلام يقول لك الخلاص ده بالايمان والاعمال. في البوذيزم يقول لك مفيش حاجه اسمها خلاص. يعني الهدف، يعني المسيحيه بس بالذات يقول لك ايه؟ ان ربنا جه عشان يخلقنا من جديد، عشان نتملي بالروح القدس ونبقى زي الفل كده. يعني نعملها ازاي؟ اقولها ازاي؟ ان انا اعيش حياه حلوه جميله، استمتع بالهي بجد، عايش حياه بجد. البوذيزم العكس يقول لك انت لازم تموت. ربنا يقول لا، انا ينبوع الحياه وعايز اديك حياه. البوذيزم يقول لك لا، you have to kill your desire. يعني انت ايه؟ انت في suffering جواك عشان انت عايز حاجه، بس عايز تبقى غني مش قادر تبقى غني. فايه السولوشن؟ انت تبطل تعوز تبقى غني، فاهمين؟ بس دي بقى في كل حاجه. عايز تتجوز، المشكله مش انت، مش حكايه انت مش لاقي حد، المشكله ان انت عندك حاجه جواك بتقولك اتجوز. فالحل ايه؟ شيل الديزاير ده وخليك كده بطول، فاهمين قصدي؟ فكل حاجه بتقتل في نفسك، بتقتل في نفسك. المسيحيه العكس، ربنا عايز يدينا حياه حقيقيه. دي كامثله تانيه بين مسيحيه واديان تانيه وحاجات بقى عميقه. المسيحيه بتقول لك ايه تاني؟ زي ما كنت بقول شويه، في eternal life. دلوقتي الهندويزم ده زي البوذيزم، يعني هي ديانه تانيه بس شبه بعض في شويه حاجات، بيقول لك لا، احنا برضو بنؤمن بالreincarnation. ما هو ده او ده. المسيحيه والاسلام، تلاقي في المسيحيه الحياه الابديه حياه روحيه، فيها الصلاة، فيها تسبيح وهكذا وهكذا. وإيه هو السماء في نفسه؟ هو اتحاد مع الله وهو ينبوع الحياة. تيجي في الإسلام، دي حاجة أساسية بنتكلم على السماء. الإسلام شكله إيه السماء بتاعهم؟ حاجة very physical. في أنهار إيه؟ نبيت، أوكي، وفي وفي لبن وفي عسل، وسوري يعني، في وفي ستات وفي هدوم وفي ذهب وفي. ينفع السماء تبقى كده وفي نفس الوقت تبقى كده؟ ده بنتكلم على السماء، ده هدفي، هدفي هو السماء كواحد متدين، فاهمين؟ في المسيحيه بنؤمن بثالوث، في اليهوديه والاسلام مفيش حاجه اسمها ثالوث. طب ده او ده؟ ما ينفعش يبقى الاثنين. في المسيحيه الراجل مساوي الست، صح؟ في الاسلام غير كده، الست مش مساويه الراجل، صح؟ وفي نفس الحكايه في الاسلام ممكن الواحد يتجوز اربع ستات، في المسيحيه طبعا ما ينفعش. الحاجات دي حاجات اساسيه،
مش حاجات سطحية. فما ينفعش اجي اقول كل الاديان زي بعض، كل حاجة بتوصل، لا. منطقيا لو ربنا ساعات بيقول كده وساعات تانية بيقول كده، يعني وبيغير رأيه، يبقى هو ايه؟ يبقى هو مش إله. مفيش إله بيغير رأيه. إله بتاعنا فوق الوقت وفي كل مكان وعارف كل حاجة. مفيش أي معلومة ممكن توصل له جديدة تخليه يغير رأيه. مبقاش إله. دي نقطة مهمة. زي ما قلت من شوية، المسيحية زي اليهودية والإسلام تقولك لا، ربنا ده خلق الكون. الأديان بقى اللي هي الشرقية، اللي هو الهندوزم والبوديزم وحتى السيكيزم بنوع تاني معين، يقولك لا، هو الكون هو إله بنفسه. ده فرق إيه؟ شديد، وده مهم قوي، هوصله في ثانية. أوكي؟ فدي المشاكل المنطقية. لما الاقي مثلا شاب في البيت او طفل بيقول لي اه ما انا سمعت ان كله زي بعض، مجرد بدي امثله زي كده، لو اي حد يعني مخه بيشتغل شويه، عقله بيشتغل شويه، هيفهم الموضوع زي بعض خالص. فنبتدي نوضح ان الكلام ده مش حقيقه، الكلام ده غلط. دلوقتي نخش في الجزء الثالث الصغنطوط. ايه هو اللوجيكال سيكونس؟ يعني ايه؟ يعني في فكر معين كده يخليني اوصل للحقيقه بغير ما اخش في الشغل الكبير ده، انا لازم اقارن بكل الاديان مع بعض. اولا، does God exist yes or no؟ ربنا موجود ولا لا؟ ودي اه طبعا تقول يس دلوقتي اه، بس لازم نشوف المعلومات. فاحنا في البروجرام هناخد المعلومات بيج بانج وغيره كل الكلام ده، اوكي، اللي بيوضح وجود الله. فرقم واحد، لو انا فهمت اوكي ربنا موجود، فده هنشوف الكلام ده، مش هخش في التفاصيل النهارده، هنخشه ايه في خلال البروجرام. رقم اثنين، Is God personal؟ ليه السؤال ده مهم؟ عشان اول لما اقول Is God personal، لو الاجابه هي اه، يبقى ربنا ايه؟ اعلن نفسه لينا. وفي ثلاث أديان فقط اللي بتقول كده، يهودية، إسلام، ومسيحية. والموضوع وصل إيه؟ نحن بنقارن بين الثلاثة دول والموضوع خلص. عشان كل تاني الشرقيين يعني الهندوزم والبوديزم وكل الكلام ده بيقولوا إيه؟ God is not personal، ربنا مش عايز علاقة شخصية معانا. فاهمين؟ الطريقة التانية شبهها، Does God exist? Yes or no? If He does exist, السؤال التاني اللي بيفرق، Did He create the universe? ربنا خلق الكون ولا هو الكون نفسه؟ لما رد على السؤال ده برضو نرجع لنفس الحاجة تاني، للإسلام، يهودية والمسيحية. خلاص الموضوع ايه؟ قرب يخلص. فاجي بقى أبص مثلا بكل بساطة بين المسيحية واليهودية، أشوف النبوات، لأن النبوات واضحة قوي. وفي وقت في دانيال إصحاح السابع مثلا يقولك حتى توقيت المسيح هيتجسد إمتى، الموضوع خلص. اليهودية خلاص اتحطت على الجنب، فضل غير الإسلام. وطبعا كلكم عارفين كعشتوا في مصر صح، يعني إيه الفروق الكبيرة بين المسيحية والإسلام. بس مثلا ممكن يجي يشوف على إيه الاوثنتيسيتي بتاع العهد الجديد، يعني يا ترى العهد الجديد ده ممكن اثق فيه ولا لا؟ فدي كلمه برضو هناخدها في البروجرام. او اثباتات القيامه، لما يجي المسيح يقول انا الله وانا هموت وانا هقوم، يعني اثباتات القيامه دي قويه جدا. يعني دلوقتي السكولرز نفسهم، يعني السكولرز الناس اللي هم متخصصين في الكلام ده، مش لاقيين اي حل تاني غير المسيح بجد مات وقام من الاموات. يعني مثلا اقول لكم ببساطه، في كل التاريخ جوه الانجيل او بره الانجيل، كل الدوكيومنتس نفسها بتقول ان المسيح مثلا مات على الصليب، غير دوكيومنت واحد اللي هو
مش عارف هو في القرآن ولا في الحديث مش مهم، بس ايه اللي هم المسلمين بيقولوه. بس غير في الجوه المسيحية وفي التاريخ، يعني عارفين المسيح في التاريخ، هنشوف في برضو كلمة على المسيح في التاريخ هناخدها في البروجرام. دول ناس رومان، ناس غير ناس يهود، المهم ناس غير مسيحيين، بتثبت ان المسيح ده كان انسان تاريخي وموجود وعمل ايه في حاجات معينه قالوها. هي سنه لغايه دلوقتي اوكي. فده السيكونس اللي ممكن يتاخد عشان لو في حد عايز ياخده مع نفسه ممكن ايه يوصل للحقيقه ايه بسرعه. دلوقتي هناخد 7 حاجات يونيك للكريستيانيتي، حاجات ان هي بس متخصصه ايه للمسيحيه مش موجوده في الاديان الثانيه. الحاجات دي طبعا انا مش هقولها بتفاصيل وباثباتات، مش ده هدف الكلمه النهارده، بس اثباتات كثيره بقى هتيجي في البروجرام نفسه تاكد الكلام ده. والفكره لما انا باخد 7 نقط دي واحطهم مع بعض بيبقى ليها قوه معينه، يعني كل نقطه مع نفسها مش قويه قوي قوي، بس لما بحطهم الفكره لما بحطهم مع بعض بيليها ايه قوه معينه. فده طريقه تانية ممكن مثلا في شاب موجود يعني بيسال اسئله او طفل، لو حطيت الحاجات دي مع بعض ممكن اعرف اقنعه، لو معرفتش اقنعه بالنقط دي ممكن اخش بقى ايه في الكريكولم اللي هو التاني السيكونس التانيه، فاخش بقى في تفاصيل معينه ايه شويه بشويه زي ما هنشوف في البروجرام. اول نقطه حكايه البلوراليزم دي ان كل الاديان زي بعض، فكل الاديان بيقولوها عامله زي ايه، عامله اكنك في مثلا كذا نفر وكل الانفار دي طالعين فوق الجبل اوكي، فكل واحد طلع الجبل بطريق مختلف من التاني فعنده خبره مختلفه من التاني، بس الهدف كلهم بيوصلوا فوق والله فوق الجبل اوكي. الفرق الكبير بين المسيحية وبقية كل الأديان التانية إن المسيحية الدين الوحيد إن الله نزل من محبته تجسد وأخذ البشرية وطلعها معاه. بقية الأديان كلها أو من خلال الصلاة أو من خلال الصيام وكل الكلام ده إيه عايزين يوصلوا الله، المسيحية احنا خلصنا ده بنعمة مش ايه باعمال. هو طبعا في اعمال بس الاعمال دي تبقى جوه النعمة، ده موضوع مختلف خالص اوكي. فدي طبعا تبان امتى بقى؟ تبان لما انا اشوف ازاي العهد الجديد حقيقي ككتاب تاريخي، مش ككتاب محو به من الله، حتى لو هو محو به من الله بس لو اخدته تاريخيا الاقي ان هو كتاب بجد ممكن اثق فيه، ان بجد المسيح تجسد، ابن الله تجسد، وبرضه بنشوف ايه المسيح موجود في التاريخ نفسه. اول 3 نقط ماشيين مع بعض، فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان ربنا قال ايه؟ انا هو الله. طب اي حد ممكن يقول انا الله حقيقي، بس هو قال ان هو الله وعمل عمل اله وهو على الارض. يعني مثلا بودا بقالش انا الله، قال ايه انا لقيت طريق بس انتوا بتبعوا يعني بتمشوش ورايا، انا بس امشوا ورا معلوماتي ورا تعليمي اوكي. محمد نبي وهكذا، بس المسيح الوحيد قال لا لا انا هو الله في الجسد. ومش بس هو الله في الجسد، يقول لك انا مش بس جاي عشان اديك نوع من الوصايا ده صح وده غلط. هو طبعا قال كده بس ده ليه هدف مختلف على الجنب. المسيح انا قال ايه؟ انا هو الحق والطريق والحياه نفسها. يعني ايه؟ لو بودا مش موجود ممكن كان اي حد تاني يخترع البوذيزم والموضوع خلص،
لو محمد مش موجود كان الله ده ممكن يلاقي نبي تاني والموضوع ايه يكمل. فاهمين؟ لو المسيح مش موجود المسيحية هتكمل؟ لا. عشان ايه هي المسيحية؟ ايه هو السماء؟ هو اتحاد مع الكائن ده اللي هو ينبوع الحياة، فنزل عشان يعطي حياة، وقال أنا هو الحياة نفسها. يعني بغيره الدين ده إيه؟ مبقاش موجود خالص. ده فرق كبير وهنوصله إيه؟ ليه مهم كمان شوية. النقطة التالتة اللي ماشية مع بعض بقى، إن كل الأديان ابتدت إزاي؟ كان في واحد موجود صح؟ وكان لوحده برايفتلي، وجاله نوع مثلا من الحلم او ريفيليشن ايه بصوره شخصيه لوحده في الاوضه لوحده تحت الشجره وهكذا وهكذا وهكذا، وجي قال ايه؟ ربنا قال لي كذا 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 صدقوني. كلهم كده، حتى اليهوديه، حتى بس احنا مؤمنين باليهوديه، بس مؤمنين طبعا المسيح هو كان يسوع. بس المسيحية مش كده، كل حاجة كانت معمولة بطريقة علنية. It was public. المسيح جه publicly قال أنا هو الله، اتصلب قدام كل الناس، كل الناس عارفين القبر بتاعه فين، حطوا الرمان، حطوا إيه السجنت عليه. لما قام للناس publicly، مش لكل الناس بس إيه للتلاميذ صح؟ بولس بيقول ايه؟ ان ظهر لاكثر من 500 واحد في مره واحده، وقال معظم الناس دي موجوده لغايه النهارده. يعني يروحوا اسالوهم هتلاقوهم بيقولوا لك اه احنا شفنا المسيح بعنينا. اتس بابليك. لو في حاجه معموله بابليكلي وحاجه تانية معموله برايفتلي، اني واحده منهم ممكن اجي اقول اعمل فيريفيكيشن عليها اعرف لو هي صح ولا غلط؟ الببليك. ليه الببليك؟ يعني مثلا انا جيت دلوقتي ببليكلي قدامكم بقول كلام لخبطت في الكلام، لكن الموضوع متسجل وهكذا، وانتوا كلكم قاعدين تقولوا اه لا ابونا غلط، اه صح ابونا غلط، اه صح ابونا غلط. ببليكلي ممكن تعرفوا، بس انا لو بقول لكم مثلا انا دخلت بقى جوه الهيكل وجالي ايه ريفيليشن معينه، وجيت اقول لكم يا جماعه ربنا بيقول كذا كذا كذا، تقول لي بجد؟ اه بجد. طب اثبت لي. ما بقدرش اثبت لك بس لازم تصدقني ربنا بيقول كذا كذا كذا، واحاول اقنعك ومش عارف ايه. ليه؟ مفيش حاجه اسمها ليه. ربنا قال ليه؟ انت هتسال ربنا؟ في فرق شاسع بين حاجه بتتعمل بابليكلي وحاجة تتعمل privately. لما الواحد بيش خايف من حاجة بيعملها ايه؟ في النور، بيعملها publicly. بقية الأديان التانية بتبقى حاجة private، وواحد يقول التاني حصل كذا وحصل كذا وهكذا. You cannot verify these things. فالأول ثلاثة ماشيين مع بعض. ايه هم أول ثلاثة؟ الله تجسد، وده ممكن نعرفه لما نشوف المسيح في التاريخ والمسيح جوه الانجيل، وازاي الانجيل او العهد الجديد بالذات انه في اثباتات واضحه قوي ان هو كلام الله وما اتغيرش وهكذا. الجزء الثاني هو الوحيد قال انا هو الله نفسه وعمل عمل الاله وهو على الارض. والجزء الثالث ان عمل كل الكلام ده publicly، مش واحد مثلا كان ايه بيعمل سحر او هكذا. الجزء الرابع بقى النبوات. مفيش حاجه موجوده في الاديان التانيه زي النبوات. طبعا عارفين النبوات دي حاجه في العهد القديم، كلنا عارفين النقطه دي، نقطه يعني كلنا عارفينها صح. العهد القديم في اثباتات بتوري العهد القديم ده اتكتب امتى. يعني مثلا ايه لما لقوا في قمران او المهم ممكن بياخدوا الورق ده
وبالكربن ديتنج يعني بالعلم بيشوفوا الورق ده كتب في أي سنة. عشان كده مش عارفين أشعية في سنة تقريبا 700 سنة قبل المسيح وهكذا، عارفين داود تقريبا 1000 سنة قبل المسيح. إزاي عارفين كل الكلام ده؟ من العلم، أوكي، من الأركيولوجي والحاجات التانية الموجودة. فالنبوات دي باينة قوي وواضحة إن هي كتبت في العهد القديم، وتاريخيا حتى بره الإنجيل وكمان جوه الإنجيل طبعا ككتاب تاريخي نعرف حياة المسيح دي حصلت إمتى، وعارفين إن في أكتر من 300 نبوة إيه اتنفذت في المسيح. بيتر ستونر ده واحد ماتيماتيشن ماتيماتيكس يعني، قال أنا هاخد 8 نبوات بس من 300 وأشوف إيه هو الشانس إن إيه النبوات دي تحصل في بني آدم واحد، والإجابة بتاعته كانت 0.17001. فماتيماتيكلي سبيكينج عشان الثمان نبوات دي تحصل في بني آدم واحد هي دي الشانس اللي هي تحصل. في واحد تاني اسمه بيتر روكمان برضه ماتيماتيشن، بدل ما ياخد 8 بقى اخد 60 منهم. تفتكروا ايه البروبابيليتي بتاعت ال 60 دول من 300؟ سبعين، 985 زيرو، يعني زيرو and 985 زيروز and a one after. الناس دي ماتيماتيشنز، يعني مش أبونا جابرييل بيقول الكلام ده، أوكي؟ فنلاقي إيه بجد الإنجيل محوى به من الله، وده إيه يبان في النبوات. رقم 5 الموراليتي. الموراليتي دي ده موضوع مش سهل. عارفين إيه موراليتي؟ يعني الأخلاق. عشان ممكن حقيقي إن يبقى فيه أخلاق تبقى ريلاتيف، يعني إيه؟ يعني مثلا الناس بتعرفش ربنا، عمرهم ما سمعوا عن ربنا، فأخلاقهم مختلفة خالص، وده بالنسبة لهم حاجة صح، دي حقيقتهم، بيعرفوش أحسن من كده. حتى زي اليهود في العهد القديم، بنلاقي أخلاق اليهود في العهد القديم مختلفة خالص من المسيحية. فدي ممكن تبقى ريلاتيف من الوقت أو من الأماكن. بس في حاجات معينة لازم نفكر فيها. حكاية إن ربنا بيحب بغير شروط. ربنا قال إيه؟ يعني مثلا في رومية 5 يقول لك إيه؟ But God demonstrates His own love toward us and that while we were still sinners, Christ died for us. يعني حتى لو إحنا لسه وإحنا خطاء، المسيح مات علشاننا. محبة إيه؟ بغير شروط. وشفنا المحبة دي وهو على الأرض، وشفناها وهو إيه؟ على الصليب، ويقول يا أبتي أن يغفر لهم. عاشها، عاش بالأخلاق اللي في مستوى عالي جدا جدا جدا. بكل بساطة لو أخدت حاجة زي كده، يا ينفع أتخيل حاجة تانية من الله؟ يعني مثلا لما يجي يشوف اليهودية، لليهودية بيؤمنوا بإيه؟ إن الله بيحبهم هما شعب إسرائيل. أنت لو عايز تيجي تبقى تبع شعب إسرائيل، أهلا وسهلا، بس أعملي كذا 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 كذا. عشان كده هم مش مهتمين هم يروحوا مثلا يبشروا. الموضوع ليه دعوة بيهم هما، ده فكرهم. الله ده بيحبهم هما، عايز تبقى تبعي، طب ماشي خليك تبقى تبعي، تعالى، بس حتى هتبقى في ليفل تاني، مش تبقى زينا قوي. ده حتى بان في المسيحيه في القرون الاولى ان كان في يعني زي خناقات كده بين المسيحي اللي كان يهودي والمسيحي اللي كان اممي. والمسيحي اللي كان يهودي فاكر نفسه احسن من المسيحي اللي كان اممي. نفس حاجه في الاسلام، تلاقي في القران يقول لك ايه؟ Allah does not love the unbelievers. يعني الله مش بيحب اللي مش مؤمنين بيه، او مش بيحب اللي ايه بيحبوه.
ايه المشكله؟ انا دلوقتي عندي بنات في البيت، تخيل واحده منهم اتجننت وبتتبهدل الدنيا وبتشتمني وبتضربني وبتاخد مش عارف ايه مثلا، يعني تخيل بقى حاجات ايه ملهاش اخر. تفتكروا ان يوم الايام هبطل احبها؟ لا طبعا. هو ينفع يمكن في ناس هتبطل تحب عيالها، بس احنا كمسيحيين انتوا عارفين كويس قوي صح؟ حتى ما ايه الطفل عمل، مستحيل اب او ام يبطل يحب صح؟ يعني حتى لو العيل ده بطل يحبني، هو مش بيحبني خلاص، هو بيكرهني for whatever reason، انا لسه بحبه. ايه المشكلة بقى؟ المشكلة كأنا كبني آدم عارف أحب على الأقل ناس معينة بغير شروط حتى لو هي مش بتحبني. ينفع أنا كبني آدم أعرف أعمل كده بس ربنا مش عارف يعمل كده؟ ينفعش. يعني لو أنا مستوايا في الـ في الـ في الأثكس بتوعي يعني في أخلاقي بقى أعلى من مستوى الله، يبقى تبقى مشكلة. يبقى مين الله ده؟ الجزء السادس بقى المهم يقول لك ايه؟ طبعا كل الناس، كونفوشيوس ده واحد في الصين، وبودا ومحمد، كل الناس دي قبرهم لسه الجسد موجود في القبر بتاعهم. القبر الوحيد اللي فاضي هو ايه؟ قبر المسيح. ايه بنتكلم هنا على القيامة. بس بغير ما نخش في، هنخش في تفاصيل مره تانية القيامه، بس ايه بشويه منطق كده بغير ايه ما نتكلم كتير. تخيلوا الاتي. اوكي، انا دلوقتي جيت قلت لكم يا جماعه انا المسيح. اوكي، وانا هموت، الناس هتقتلني، بعد 3 ايام هقوم من الاموات. اصل المسيح قال كده صح؟ مش المسيح قال هيقتلوني هقوم بعد 3 ايام؟ يعني او هو الله بجد، او هو سوري في الكلمه، او هو مجنون. مفيش حد يقول الكلام ده. متخيلوا انا بقول لكم الكلام ده دلوقتي، انا هموت وبعد 3 ايام هقوم من الاموات. وعرفت اضحك عليكم. اوكي، عرفت اضحك عليكم، انتوا صدقتوني. قلت لكم دلوقتي خلاص، انا خلاص اديت لكم الروح القدس. دلوقتي يا جماعه هدفنا ايه؟ احنا هنروح بقى في موريال، وهنروح في وسط البلد، وهنبشر ان انا هو المسيح، وعايزكم ان انتوا تقنعوا الناس دي ان تبطل بقى الحاجات الوحشه اللي بتعملها، والعلاقات الجنسيه اللي بره الجواز، وكل الكلام ده، عشان يجوا ايه يصدقوا فيا. هتعرفوا تعملوا اي حاجه؟ مش هتعرفوا تعملوا اي حاجه. خدوا بالكم، القرون الاولى كانت يعني اللي بيعملوه كان اصعب من النهارده. يعني يعني مثلا الرومان دول كان بيعملوا ايه؟ كان في علاقات جنسيه بره الجواز بالهبل. اللي احنا عايشين فيه ده النهارده ما وصلش لمستوى الفساد اللي هم كانوا فيه. بس حتى لو هم كانوا في المستوى ده، جه المسيح والديانة الغريبة اللي بتقولك لا حبيبي بينفعش في علاقات بره الجواز، لما حد يضربك على خد ادي الخد التاني. الديانة او الريليجن دي اللي شكلها ضعيفة قوي جابت الناس من البيجانيزم والفساد اللي هم فيه للمسيحية. ازاي؟ ازاي غير لو في قوة حقيقية؟ وخدوا بالكم، يعني ممكن هقولها ايه بعد شوية، هقرا لكم حاجة دلوقتي بس تابعوا معايا بليز، هي بالانجليزي بس تابعوها عشان دي مهمة قوي، واقول ايه اخر نقطة في النقطة دي. هي مش اخر نقطة بس المهم. ده واحد كاتب في القرن ال 19، بصوا كتب ايه. مش عارف هتعرفوا تقرا ولا لا، بس ايه ان شاء الله الموضوع يبقى واضح. بيقول لك جيسس was born in an obscure village. يعني اتولد في مكان ملوش اي معنى. The child of a peasant woman. يعني امه دي واحده غلبانه. He grew up in another village. يعني ما كبرش حتى في مدينه. صح؟ It's in a village. Where he worked as a, in a carpenter shop. يعني كان بيشتغل بالخشب. Until he was 30. لغايه لما عنده 30 سنه.
Then for 3 years, ثلاث سنين, for 3 years, he was an itinerant preacher. يعني واحد متكلم كده بيروح بيبشر, اوكي, وما عندوش اي بيت اصلا, ده لمجرد 3 سنين. عمره ما كتب كتاب, عمره ما كمستوى معين مثلا دخل في شركه معينه او في الحكومه وهكذا. He never had a family or owned a home. كانش عنده بيت ولا اهل. ما راحش الجامعه. عمره ما زار مدينه كبيره. عمره ما مشي اكتر من 200 مايلز او 360 كيلومتر من المكان اللي هو ايه اتولد فيه. He did none of the things that usually accompany greatness. يعني مش حاجه ايه, يعني لما نشوف حد كده واحد عظيم في التاريخ, ده عمل, ده راح الجامعه وعنده بي اتش دي وكتب كتب وعنده ناس متابعاه على تويتر بالمليون واحد, فاهمين؟ كانش عنده اي حاجه من الحاجات دي. He had no credentials but himself. كانش في حد معاه او مفيش حد سنده غير نفسه, يعني من ايه البرسبكتيف بتاعت الناس. هو اي كان بيقول الاب معايا, بس هم مش مقتنعين اصلا. He was only 33 when the tide of public opinion turned against him. كان عنده 33 سنه لما كل الناس ايه ابتدت تبقى ضده. صحابه جريوا وسابوه, واحد منهم denied him, يعني يتكلم على بطرس. He was turned over to his enemies and went through the mockery of a trial. الانميز بتوعه يعني عدو المسيح اخذوه بقى ايه وحطوه on trial. He was nailed to a cross between two thieves. الصلاة بين الحرامي اليمين والشمال. Okay. While he was dying, his executioners gambled for his garments, the only property he had on earth. When he was dead, he was laid in a buried grave through the pity of a friend. حتى ما كانش عنده قبر ان هو ايه يدفن فيه. حد اخده وايه دفن. كان نوع من الرحمه. كده يقول لك ايه بقى؟ 19 centuries have come and gone. And today, he is the central figure of the human race. All the armies that ever marched, all the navies that ever sailed, all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man on this earth as much as that one solitary life. يعني كل الحكومات الموجودة في كل العالم, في كل الأجيال, كل الناس دي مع بعض بكل الفهم والعمل اللي عملوه, مفيش لما نحطهم مع بعض بوصلوش لحتى 1% من المسيح حمله للبشرية. نتخيل مين هو السيد المسيح عشان العالم يقرر ان هنغير التاريخ, ان في وقت قبل المسيح وتاني ايه بعد المسيح. انت مين وعملت كده ازاي؟ طب عملت كده بالانترنت؟ مفيش انترنت, مفيش تكنولوجي. طب سافرت بالطيارات؟ مفيش طيارات. طب مفيش حتى عربيات. عملت كده ازاي؟ يعني خدوا بالكم, هنا المسيحية انتشرت في كل العالم, مش في مكان واحد, بغير اي عنف, بغير اي عنف. انت مين؟ ازاي خدمت 3 سنين بس؟ انت مين؟ الإجابة الوحيدة إن هو الله في الجسد بجد. خدوا بالكم كل العالم اتغير. أنا من شوية كنت بقول لكم يلا نغير مدينة مونتريال, وعارفين إن ده مش هيحصل. ده العالم اتغير. مين ممكن يعمل حاجة زي دي؟ غير كده بتلاقوا حاجات, طبعا أنا مش عارف هتفهموا المعلومتين الجايين دول, يعني ازاي المعلومات دي قوية, عشان الواحد لازم يمكن يبقى عارف شوية في التاريخ او قاري زيادة شوية. بس مثلا اليهود لما كان المسيح بيقول لهم انا ابن الانسان ويقول لهم انا الله, كان رد فعلهم ايه؟
بيقول لك the Jews answered him saying for a good work we do not stone you but for blasphemy and because you being a man make yourself God. يعني احنا عايزين نقتلك ليه؟ عشان انت انسان وبتقول ان انت ايه؟ الله. بالنسبة لهم كيهود في الوقت ده كان مستحيل ان يؤمنوا بحد بني آدم وهو الله. كان مستحيل بالنسبة لهم في الوقت ده. بس برضو في منهم كتير بعد القيامة بقوا ايه؟ مسيحيين. ورادوا يعني بعد كده قالوا لا احنا هنعبد الراجل ده عشان هو كان اله حقيقي متجسد. اليهود في الوقت ده مش بكلم على ايه النبوات دلوقتي، بكلم على اليهود في وقتها ما كانوش متخيلين حاجه زي كده عشان كده رفضوه. هما في دماغهم مستنيين ايه؟ لما تقروا التاريخ تلاقوا الموضوع كده، مستنيين المسيح هيجي يشيل الرومان ويعمل مملكه على الارض ويبقى الملك زي الملك داود. بس بس مش كالله. فهم مستنيين المسيح بس بالنسبة لهم المسيح ده مش الله متجسد. بالنسبة لهم المسيح ده هيبقى ملك زي داود وهيعمل مملكة على الأرض. عشان كده لما بيقول لهم لا يعني كان بيقول لهم الكلام الروحي هم رفضوه. ولغاية النهاردة اليهود مستنيين كده. وكل بقى ايه الحروب على فلسطين ومش فلسطين واسرائيل وكل الكلام ده. النقطة الثانية نقطة السبت. يعني حتى مثلا بتقروا في الاناجيل يعني معجزات كتيرة المسيح اكد كان عايز يعملها يوم السبت. الباراليتيك مان، البورن بلايند اللي هو كان اعمى كتير. وكان رد فعل اليهود ايه؟ ازاي تعمل معجزة يوم السبت؟ انت مش الله عشان بتشتغل يوم السبت، صح؟ وشوف القلب كده كان قاسي ازاي. كان مستحيل مستحيل بالنسبة لليهود اللي ياخدوا يوم السبت ده ويغيروه عشان يبقى يوم الحد. تاريخيا في وقتها دي حاجة مستحيلة. طب احنا مش فاهمين معناتها النهاردة عشان عايشين بقى لنا 2000 سنة بنعبد يوم الحد. في وقتهم كان مستحيل. اقروا الانجيل كده بالذات انجيل يوحنا شوفوا الفكره كانوا بيفكروا ازاي. بس في يهود بقى مسيحيين وقالوا لا هو ده الله متجسد وقام من الاموات وبدل ما نعبد السبت دلوقتي هنعبد الحد. كل ده ليه دعوه بالقيامه. يعني الواحد مش لازم يفكر كتير. طبعا اثباتات القيامه موجوده وهنشوفها. بس منطقين تاني، مين الراجل ده اللي ما عندوش اي حاجه وفقير ومجرد خدم 3 سنين في مكان صغنطوط كده وكل العالم بقى مسيحي. الجزء النقطه السابعه نقطه برضه هنشوفها بالتفاصيل اسمها في الاخر حبيبي اسمها near death experiences. هنخش في تفاصيلها مره تانية. بس near death experiences دي ناس بتموت يعني بتموت بجد. يعني الدكاترة بتقول الناس دي ميتة. يعني ميتة يعني النفس دي ايه طلعت من الجسد وبيبصوا على المكن كيف في المستشفى والمكن بيقول ايه ان مفيش اي برين اكتيفيتي. يعني مش واحد متخيل او واحد بيحلم بحاجات. الدكاترة بيقول الشخص ده مات خلاص. وبعد كده لما بيرجعوا تاني في الجسد ولما تعيد تاني في الجسد يعني بيقولوا حاجات كتيرة. يعني مينا هيكلمنا على النقطة دي. بس ممكن الموضوع هيبان لما مينا يوريلنا التفاصيل الـ near death experiences. بس بنلاقي فيها ايه بقى هنتات من حاجات معينة. ان هو النفس الحياة الحقيقية بتاعت النفس مش جوه. اولا النفس موجود. يعني في ناس النهاردة ملحدين بيحاولوا ينكروا ان النفس موجوده. بيحاولوا يوصلوا ان ايه ان يثبتوا ان كل حاجه ماتيريال مفيش حاجه اسمها نفس. بس لا النير ديث اكسبيرينسز بتوري ان النفس موجود.
وتوري ان النفس او the soul حياته الحقيقية بره الجسد مش جوه الجسد. يعني مثلا بيقولوا ايه؟ بيقولوا لما بنطلع بره الجسد بنحس ان احنا عارفين حاجات اكتر، بنحس بقوة اكتر، بنحس يعني مش عايز اقول كتير عشان دي يعني كلمة في نفسها، فمين يدينا التفاصيل. بيقولك ايه؟ ان النفس نفسها عاقلة، يعني it's a rational soul. يعني انا دلوقتي لما النفس جوه الجسد، النفس بتستعمل البرين الفيزيكال برين عشان تفكر، بس لما النفس تطلع بره الجسد النفس لسه عاقلة. وتلاقي المسيحية من البداية بتؤمن بكده، يعني احنا we are rational souls، يعني احنا ايه النفس بتاعتي لوحدها عاقلة بالجسد او بغير الجسد. عشان كده لما نروح السماء مش كلنا هنبقى مثلا صلاته مع بعض ومش عارفين بعض، لا، كل واحد مننا لسه عنده شخصيته ولسه عارف نفسه وهكذا. طبعا الكلام ده يوري ايه؟ ان حكايه الريانكارنيشن ده يعني اتهنسدت ان هو ايه؟ ملهوش اي معنى. وفي ناس منهم وصلوا لمرحله ان هم شافوا كائن، والكائن ده بيطلع منه محبة بغير شروط، يعني مش عارفين يوصفوا المحبة اللي طالعة من الكائن ده. طبعا المسيحية هي الديانة الأساسية اللي بتقول إن الله عنده محبة بغير شروط. لما نحط كل الكلام ده مع بعض بكل بساطة كنوع من السمري، ليه قوة معينة بالذات ايه؟ معليه على الاقل الواحد يفكر. لما واحد بقى بيحتاج يخش في العمق زيادة محتاج اثباتات معينة موجودة، اوكي؟ وده اللي هنخش فيه في بقية البروجرام. فالسبع حاجات هما ايه؟ Only God came to save us، يعني كريست هو الوحيد اللي هو ايه؟ تجسد عشان ياخدنا يخلصنا ويطلعنا معاه. He claimed to be God and he is life itself، مفيش اي ديانة تانية كده. His salvific action او عمله الخلاصي كان حاجة public مش حاجة خصوصية على الجنب. النبوات، الموراليتي الاخلاق، حقيقة القيامة، والnear death experience. في أي أسئلة؟